الثروة الحيوانية يا أستاذ سامح قلت. النهارده دلوقتي البرسيم ب 150 جنيه. ايوه 150 جنيه ليه؟ لأن بالنسبة للأراضي الزراعية اتبنى عليها هنا عندنا هنا في الدقهلية وفي كل حتة، مش في الدقهلية بس، في كل حتة يعني في وقت السر في وقت حضرتك بتقول عندنا في الدقهلية، يعني حضرتك في الدقهلية، منين في الدقهلية يا حاج محمد؟ يعني ما من مدينة الكردي مركز مدينة النصر الأهلية يا أستاذ سامح. طيب لو سمحت وطي التلفزيون خالص. مدينة الكردي يا أستاذ سامح. تمام. فالأراضي قلت هنا، قلت بالنسبة اللي اتبنى فيه اللي لما المالك استلم أرضه من المؤجر سنة 1999، دي هو اللي خرب الدنيا يا أستاذ سامح. احنا نقعد نقول الكلام ده، الأراضي هنا قلت خالص. لان المالك استلم ارضه باعها بالمتر، انما كان الفلاح البسيط محافظ عليه، ما كانش مستاجر دكه ياخدها منه ولا يستلمها منه ولا اي حاجه. اصبح الفلاح ده زي حالتنا وانا منهم، محمد فتح فلاح بلا ارض مجمع في الشارع الوقت بيشتغل، حتى وعجاي جاي معايا كراسي الشروط. انا قلت لسيادتك عاوزك تفيدني في حكايه كراسي الشروط دي، هل هناخد بيها او نرجعها ناخد فلوسنا تاني؟ انا قاعد في الشارع انا وعيالي، معايا ثلاث رجاله، والنهارده كل شيء في الزراعه يا استاذ سامح كله بالالات، ما عادش فلاح بيشتغل باليومين دلوقتي. فاحنا مرمين في الشارع عاوزين اراضي نزرع، ارض الصحراء ما ياخدهاش مستثمر. انا عاوز محمد فتاح ياخد له خمس فدانه وعياله ياخدهم يستلم، لا انا عارف اخد بالكراس ولا عارف اخد بفلوس ولا عارف استفاد، ولما الواحد والله اتعقدت وما خلاش يعني مش عارف اقول لك اه والله يا استاذ سامح. فالحاجه الثانيه بالنسبه للوحده البيطريه، اجوا من هنا الاسبوع اللي فات عشان يحلوا ولا مؤاخذه، يعني بالنسبه في النقابه طبعا الناس بتناشد في الحاجات ديت. فطبعا بقول الفلاح طلع مواشيك عشان خاطر يطحنهم، يقول لك لا ده الابره اللي بتخش في المواشي من ديت لديت بيخافوا من ايه العدو يجي للمواشي بتاعته، ما بيرضوش يحقن بيه. لا رغم اللجنه جم ندعوا عليهم يا بيت عشان عنده للناس. يا فلان هات مواشيك، يقول لك لا ده الابره واحده بس وبتمشيها في المواشي كلها. ما فيش يعني ما فيش منظومه. فاما بالنسبه للحوم عمرها ما هترجع نهائي الا اذا الفلاح يا اما مثلا ياخد دعم من البنك زي الاول كان بيجمع القطن ويبيع القطن بتاعه ويجيب عجلين ثلاثه يربيهم، كان بيجوز بولاده منهم وكان فكانت اللحمه كانت اللحمه رخيصه. ما عادش الكلام ده النهارده يا استاذ سامح. صح. ما عادش، ربنا يعدها لك خير. ان شاء الله. ربنا يعدها. فارجو من سيادتك، كلمت سيادتك برضه في محطه بتاع الصرف الصحي بتاع مدينه الكردي يا استاذ سامح، والله المجاري بتاعت المدينه جايه من قدام المحطه نازله في المشروع البحر ده، الناس بتروي منه. يعني البحر ده احنا مستعملين المشروع. أيوة. البحر ده الفلاح بيبروا منه، مجاري الناس مرت هنا، يا دوبك الماسوره بس تتفتح كده تخش المحطه واقفه ما تشتغلش. ولا كلمت سيادتك قبل كده، يا ريت تفيدنا محافظه الاهليه، يا ريت تشوفها، احنا مرضنا هنا لان المجاري تعبتنا وتعبت الفلاح هنا. انتوا عندكم محطه صرف صحي قريبه من البلد بتقولوا عاوزينها تتوصل بينا علشان تاخد الصرف الصحي، صح؟ مبنيه من زمان يا استاذ سامح واقفه اللي هي في الكردي. ما اشتغلتش والماسوره فايته من قدامها. تمام. يعني الماسوره نفسها فايته من قدامك ده اهو، فايته من قدامك بس تفتح وتخش المحطه. حاضر يا حاج. ويا ريت القناه تجي لنا هنا تصور هنا عندنا يا استاذ سامح. مفيش مشكله يا حاج محمد، حاضر. بس في سؤال قبل ما تقفل. ما تبنهاش يا استاذ سامح ارجوك عشان خاطري. في سؤال. سؤال. ورحت هنا وهنا، تعالى لي محمد فتاح نقيب فلاح مركز ميت النصر، يا الف بيت مرحبا، ويبقى زياره سعيده لما تجي لنا هنا وتشوف مشاكل الفلاح هنا في السامي. ان شاء الله. يعني عارف تجي لنا يا شيخ. ان شاء الله يا حاج محمد. واشكرك. بس هو خلي بالك، احنا كنا جينا الدقهليه وكان عندنا امل ان احنا نروح لناس كتير، لكن انت عارف محافظه الدقهليه من المحافظات الكبيره واللي فيها خير واراضي زراعيه، فالوقت ما كفاش. فان شاء الله هنجي لكم. حاضر. لا تليفون عندي سيادتك واتصل عليه وانا جاي اخدك يا استاذ سامح. ربنا يكرمك يا حاج محمد. ربنا يكرمك. بس عايز اسالك سؤال قبل ما تقفل، كراسه شروط ايه اللي بتقول لي اروح ارجعها؟ اتفضل. اقفل وطي التلفزيون بعد اذنك. احنا جبنا كراسه شروط بقى لها دلوقتي 3 سنين يا استاذ سامح. 3 سنين.
ب 200 جنيه من هيئه التعمير، ولحد النهارده بكره الشهر الجاي بعد الثوره بعد ما اعرفش ايه لما استوينا، لان احنا الوقت اراضينا. ايوه كراسه الشروط دي بتبقى علشان اقدم في مشروع، فبقى هشتري كراسه الشروط علشان في شوف حضرتك. وطي التلفزيون يا حاج محمد لو سمحت. مع سيادتك.